تحية طيبة من واشنطن. العاصمة الأمريكية بكل سلطاتها وإداراتها ومراكزها منشغلة بإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، والأزمات الدولية والحلفاء والأصدقاء والأعداء يترقبون مجريات التحقيق. كل من كوريا الشمالية وإيران والصين تريد عقد صفقة ما، وهذا رغم حملة التشهير التي تضر ببلادنا. الكونغرس الأمريكي بمجلسيه منصب على متابعة الإجراءات وسط تضارب مواقف الجمهوريين والديمقراطيين إزاء خلفية العزل. استخدم الرئيس أموال دافع الضرائب للضغط على زعيم دولة أجنبية من أجل مصالحه السياسية. جو بايدن تباهى بابتزازه الأوكرانيين لكي يطردوا المدعي العام الذي يحقق في قضية تطال ابنه. الانقسام بشأن العزل طال الصحافة الأمريكية التي يتهمها الرئيس الأمريكي منذ زمن بالوقوف إلى جانب الديمقراطيين. نيوت جينغريتش في موقع فوكس نيوز: إن محاولة عزل الرئيس ترامب بتهمة محاولة حض دولة أجنبية على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي مجرد جهود من اليساريين في الإعلام والكونغرس لتحطيم الرئيس. افتتاحية نيويورك تايمز: عزل الرئيس هو الخيار الوحيد نظرا لخطورة الاتهام وأهمية الحفاظ على نزاهة المنصب والبيت الأبيض والمصلحة العامة. تضارب المواقف وصل إلى الخبراء والمحللين في واشنطن، لكن البعض منهم خرج من الدائرة الداخلية الضيقة لآثار العزل ليستعرض انعكاساته على الساحة الدولية. إريك ديفيس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة راتجرز: إن رغبة ترامب بتفادي حرب مع إيران وإجراءات العزل التي ستستحوذ على كل اهتمامه قد تدفع بترامب إلى إبرام اتفاق مع إيران، مما سيقلل من فرص اندلاع حرب في الخليج. واختلفت آراء الأمريكيين بشأن مفاعيل العزل على السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية. أعتقد أن الأمر سيضعف موقفه. لا أعتقد ذلك. عاصمة القرار يأخذكم إلى مراكز صناعة القرار في واشنطن لرسم الصورة الكاملة لكم. ضيفا حلقة اليوم: دوغلاس ماكغريغور، عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، ولاري كورب، كبير الباحثين في مركز التقدم الأمريكي. أهلا بكم مشاهدينا، أهلا بكما دوغلاس ولاري. قواعد المناظرة: 45 ثانية لكل ضيف للإجابة على السؤال و25 ثانية كحق للرد. نطرح على صفحتي البرنامج وعاصمة القرار أو الحرة وعاصمة قرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي: هل يؤثر التحقيق في عزل الرئيس ترامب على السياسة الخارجية الأمريكية وكيف؟ صوتوا وعلقوا، وسنعرض نتائج التصويت واقتراحاتكم أو إجاباتكم وتعليقاتكم في نهاية هذه الحلقة. السؤال الأول أبدأ معك لاري: هل يؤثر برأيك التحقيق في عزل الرئيس ترامب على السياسة الخارجية الأمريكية ونظرة الدول إلى الإدارة وكيف؟ أعتقد أن هناك سببين. أولا، عملية العزل هي موضوع جاء نتيجة للسياسة الخارجية. أوكرانيا والصين تقول لهم شيئا عن نائب الرئيس بايدن. الشيء الآخر، هو نفسه تشتت انتباهه وابتعد عن العمل على هذه الأشياء. في الأسبوع الماضي كان هناك عدد كبير من التغريدات. لو أمضى الوقت وهو يفكر فيما يجب عمله بشأن إيران مثلا، أو ما يجب عمله بشأن الصين والاحتفالات العسكرية فيها، وأيضا عرض صواريخ جديدة. دوغلاس:
أعتقد أن لاري على حق. الأمر لا يتعلق فقط بتشتيت الاهتمام أو التركيز، إنما يحصل يستحوذ على كل طاقة الرئيس، وهو يتعاطى مع هذا الموضوع لوحده باستثناء محاميه الخاص جولياني ووزير العدل السيد بار للنصح، لأن الرئيس يعتقد أن هذا يتبع التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات، وأن الهدف هو تشتيت تركيزه، وذلك سيؤثر من دون شيء. عندما الرئيس كلينتون تعرض لتوجيه اتهامات، قام بإنشاء غرفة حرب وموظفيه قيل لهم ابتعدوا استمروا في عملكم. عندها كانوا يحاولون ملاحقة بن لادن والصواريخ. سيفعل الرئيس مثل هذه الغرفة، سينشئ مثل هذه الغرفة، ويقال إن جاريد كوشنر ووزير الخزانة سيكونان مسؤولان عن الدفاع عنه أو عن مثل هذه الغرفة. أتمنى أن يفعل ذلك أولا، لأنه يحتاج أن يفعل ذلك، أن يكون هناك مجموعة من الناس يتعاطون مع هذه المشكلة المتزايدة مع مجلس النواب. من وجهة نظره هي مسألة سياسية ولا قانونية، ولكن عليه أيضا أن يرد على الافتراضات والاتهامات. والمشكلة هي أن الرئيس تعلم مع الوقت أنه لا يمكن أن يثق بالكثيرين، خاصة أو بمن فيهم من يعمل في البيت الأبيض، وذلك يعود لأنه هو جاء بهؤلاء. سنوسع هذه النقاط، ولكن بداية مواقف الإدارة الأمريكية من قضية العسل. أطالب بالشفافية من الديمقراطيين الذين ذهبوا إلى أوكرانيا وحاولوا إجبار الرئيس الجديد على فعل الأشياء التي يريدونها على شاكلة تهديد سياسي، هددوه إن لم يفعل بعض الأشياء. الآن هذا ما يتهمونني به، لكنني لم أفعل ذلك. لن نسمح لأعضاء في الكونغرس بإزعاج موظفي وزارة الخارجية وتخويفهم، هذا غير مقبول، وهذا أمر لن أسمح بحدوثه. إنها مهمة الرئيس الذي أدى اليمين الدستوري لحماية أموال دافعي الضرائب والسياسة الخارجية الأمريكية الوصول إلى عمق فضيحة الفساد في أوكرانيا، هو مصلحة قومية أمريكية. لاري، طرحت قبل قليل أو ذكرت إنشاء غرفة في البيت الأبيض، ولكن كيف سينعكس هذا التحقيق على تطبيق السياسة الخارجية في وزارة الخارجية، خصوصا أن هناك موظفين مستدعون من قبل مجلس النواب وربما الوزير بومبيو نفسه، كيف سيؤثر ذلك على تطبيق السياسة الخارجية؟ أعتقد أنك لو قمت بإعداد غرفة حرب فالناس سيركزون على ذلك، موظفو وزارة الخارجية والوزير بومبيو لو كانوا مشتركين فسيعملون معهم، ولكن هذا لا يعني أن كل وزارة الخارجية ستأتي إلى هذه الغرفة. الناس الآخرين في مجلس الأمن القومي سيستمرون في العمل في وظائفهم بدون القلق بشأن مسألة توجيه الاتهامات للرئيس. المشكلة هي أن ترامب لم يكن لديه فريق جيد، داغ قال هذا، وهذا يجعل الأمور أصعب لأنه لا يوجد فريق. مثلا هناك مستشار أمن قومي جديد، آمل أن داغ يعجبه ذلك أن يكون هناك شخص مسؤول، ولكن هو ليست لديه خبرة كبيرة، ولكن علاقة جيدة مع الرئيس. يعني كنت مطروحا كي تكون مستشار الأمن القومي للرئيس، لو كنت اليوم في البيت الأبيض ماذا كنت تقترح على الرئيس؟ أول ما أقترحه هو أن أغير غالبية الأشخاص العاملين في مجلس الأمن القومي، وهناك تغير كثير في هؤلاء الأشخاص. ثم من دون شك نحن ندعم الرئيس، لم يكن هناك
لو أنا اخترت أي شخص لا يدعم الرئيس أو لديه أجندة مختلفة، وهذا ما لم لا يحصل. نعرف أن السيد رومني ليس صديقا للرئيس، وأحد الأعضاء في مجلس الأمن القومي هو من أتباعه أو رجاله، ونعرف ما حصل أيضا في التحقيق من أجل العزل. وكما قال لاري، يجب أن يقسم المهام، وهو لم يفعل ذلك. طالما أن يستمر في التغريد هناك مشاكل. أستطيع أن أذكر شيئا آخرا، عندما الرئيس ريغان وكانت هناك مشكلة إيران كونترا، جاء بكروسي وباول كي يكون جزء من فريق الأمن القومي. ربما يكون داغ يستدعى من جديد لمرة جديدة. هل تلقيت أي اتصال في الساعات الماضية لإنشاء مثل هذه الغرفة؟ لا. لا أعتقد كما أشرت، الرئيس لديه صديقين، رودولف جولياني محاميه الخاص والسيد بار وزير العدل، هما يعملان معه، ولا أعتقد أنه يثق بأي شخص آخر. طيب لاري، برأيك ما هي مفاعيل كشف البيت الأبيض عن مضمون المكالمة التي حصلت بين الرئيس ترامب ورئيس أوكرانيا على مثل هذه المكالمات في المستقبل؟ يعني هل سيجرؤ الرؤساء التحدث بصراحة مع الرئيس المقبل، أو الرئيس مع الرئيس الحالي أو مع الرئيس المقبل، أو أن الرئيس الأمريكي سيتحدث بصراحة مع أي رئيس يتحدث معه؟ أعتقد مرة أخرى هذه مشكلة. عادة المحادثات بين قادة الدول لا تصبح شيئا علنيا. أيضا نحن فوجئنا أن نرى بعض الأشياء في المكالمة، ولكن واضح أننا نريد من حلفائنا ومن الخصوم المحتملين أن يكونوا أمناء وصادقين. لو لم يكونوا كذلك، الرئيس لن يستطيع القيام بعمله. مرة أخرى هم سيقلقون، أو المنتخبون ديمقراطيا يجب أن يتوخوا الحذر، لأنهم سيخوضون الانتخابات، لا يريدون أي شيء أن يعلن عنه. أيضا القادة السلطويين قلقون أن ترامب قد يسيء فهم شيء أو الكونغرس، وهذا يسبب مشاكل لهم. نعم، مثال جيد حول هذا الموضوع هو جون إف كينيدي مع أزمة الصواريخ الكوبية. توصل إلى اتفاق مع كريسكوف، ولكن أبقي سريا. كان هناك مبادلة، يسحبون الصواريخ من كوبا ونحن نسحب الصواريخ من تركيا، ولكن لم يكن أي فريق يريد أن يصبح الاتفاق علنيا. عندما كلينتون كان رئيسا، يلسن أيضا تكلم معهم عن إيجاد 600 مليون دولار ومساعدة بعض الأشخاص، ولم يعرف أحد بهذا الاتفاق لأنه تقنيا لا نعرف إن كان الاتفاق قانونيا، ولكن كان في مصلحة البلدين. مواقف أعضاء الكونغرس الأمريكي. الأمر يتعلق بالأمن القومي لبلادنا. الرئيس الأمريكي غير أمين على القسم الذي أداه عندما تولى السلطة، ويقوض أمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا. استخدم الرئيس أموال دافعي الضرائب للضغط على زعيم دولة أجنبية من أجل مصالحه السياسية، ثم أرسل إلى أوكرانيا المساعدات التي كان قد أقرها الكونغرس بموافقة الحزبين. هذه رسالة تم إرسالها من قبل زملائي الديمقراطيين في مايو أيار 2018 إلى الأوكرانيين، يقولون فيها: إن لم تتعاونوا مع تحقيق مولر فسنوقف مساعداتنا. مجرد طلب الرئيس تدخلا أجنبيا في انتخاباتنا هو أمر غير قانوني وغير لائق ومخالف لليمين الدستورية، وكذلك لواجبه بالدفاع عن انتخاباتنا ودستورنا. الديمقراطيون يتهمون الرئيس بالضغط على الأوكرانيين لكي يتخذوا إجراءات تساعده أو تضر بخصومه السياسيين، ولكن هناك أمثلة عديدة على فعل الديمقراطيين نفس الشيء. جو بايدن تباهى بابتزازه الأوكرانيين لكي يطردوا المدعي العام الذي يحقق في قضية تطال ابنه. داغ، برأيك هل التحقيق وإجراءات العزل ستغير حسابات الدول وطريقة تعاملها مع الإدارة الأمريكية الحالية؟
أعتقد ذلك. أولا الحلفاء والشركاء والمنافسون يرون كم هذا الوطن منقسم، وذلك لا يتعلق بالضرورة بما قد يحصل أو لا يحصل، بل يرتبط بمجهود يقوم به فريق لتدمير فريق آخر. وهنا لا نتكلم فقط عن الديمقراطيين، هناك أشخاص كثر في الحزب الجمهوري لا يحبون الرئيس ترامب وأجندته، وهذا يجدر أن يؤخذ بعين الاعتبار عندما نستمع إلى هذه الآراء المتفرقة والمنقسمة. الفرق مثلا بين السيدة بيلوزي والسيد نونيز، ولا نتكلم أيضا عن نقاش منطقي. دوغلاس على حق، دائما واجهنا هذه المشكلة، هناك دائما فصل السلطات، الكونغرس له دور والسياسة الخارجية وأيضا التمويل. حاليا ما يجري في المكالمات التليفونية التي أعلن عنها، وهناك قلق بشأن التدخل في الانتخابات القادمة. ولكن سؤال برأيك، هل التحقيق سيجعل الدول تغير نظرتها وتعاملها مع أمريكا؟ لا. من دون شك. ليس لدي أي شك لسببين، الأول الاتهامات الحالية والأصوات المختلفة التي سمعناها، وجهات نظر مختلفة كما سمعنا. الشيء الآخر، نحن تقريبا في السنة الانتخابية. طيب دوغ، في حال صحت المعلومات المنسوبة للرئيس ترامب وهكذا قيل ولنائب الرئيس السابق بايدن، تبدو السياسة الخارجية للولايات المتحدة بأنها تمارس بناء على المصالح الشخصية، وهذا يدمر دور أمريكا في العالم. ما رأيك بهذا القول؟ لا أعتقد أن الخبر هو جديد بالنسبة للأصدقاء والحلفاء، ربما لبعض الحلفاء الأبعد عنا. هناك الكثيرون يستفيدون من السياسة لأغراض، لأهداف شخصية، ونعرف أيضا أنه كل ما يكون هناك صفقات يحاول أي شخص أو أي صناعة أو أي مجموعة أن ترى كيف يستفيدون. إن مثلا أرسلنا دبابات أو أي تجهيزات لفريق ما، نريد أن تأتي هذه التجهيزات من هذا المصنع لأن هذا المصنع يستفيد فيه هذا المشرع أو غيره. وبالتالي كما قال لاري، المهم هو أعتقد أن من المهم أن نتذكر حتى قبل هذا أنه لا يمكن أن تفصل السياسة عن الحكومة، مثل الجنس والترفيه. الناس تعتقد أن السياسة الخارجية ستكون مختلفة، لا، هذه الاعتبارات موجودة التي تحدث عنها دوغ من ناحية التعامل مع الناخبين والناس الذين يصنعون هذه الأسلحة. طيب كيف سيؤثر هذا التحقيق على هذه المساعدات الخارجية إذن دوغلاس؟ أعتقد أن الأوكرانيين قد اكتشفوا أن المساعدات المستقبلية من الموقع أن تكون أقل مما هي عليه. الفساد مستشري في أوكرانيا، والرئيس ووزير الدفاع يفعلون أيضا كل ما في وسعهم لحل هذه المشكلة. ولكن من دون شك، لو أنت كنت الرئيس شي في الصين وتريد أن تتكلم عن كوريا، تفكر دائما مرتين حول هكذا حديث بالنظر إلى الظروف، خاصة أن هناك بعض الأشخاص يستمعون لا يدعمون الرئيس، ويقولون أنهم من كاشفي الفساد، ويقولون إن الرئيس وافق على أن يقوم بعمل مشين مع رئيس الصين. مرة أخرى أعتقد أن هذا جعل الأمور أسوأ. دائما هناك تسريبات ولكن ليس إلى هذا الحد. أذكر عدد من المحادثات بين رؤساء دول وتم تسريب هذه المحادثات. بوتين قال هو لا يهتم إذا كانت هناك تسريبات، ولكن ما كانوا يتحدثون، طالما أن ما يتحدثون عنه محبذ لروسيا. إلى ماذا يعود أو إلى ماذا تعود هذه الكثافة في التسريبات برأيك باختصار شديد لاري؟ التسريبات إلى ماذا، يعني كثرة التسريبات إلى ماذا تعود؟ هل لديكم أي جواب؟
أعتقد أن ما حدث هنا بصورة أساسية هناك ما يسمى بالكاشفين عن الفساد. هناك عناصر من الحكومة أو الجيش أو المدنيين، هؤلاء سمعوا أشياء وأرادوا من المفتش العام أن يقوم بالتحقيق، وهذا بالطبع أدى لكل هذا. والآن أعتقد أن معظم الناس لا يعرفون أن هذه المحادثات كانت مسجلة كيف، لا أحد يعرف. باختصار شديد، نعم، كاشف الفساد حصل على معلومات من يد ثانية وثالثة، وأعتقد أنه ديمقراطي ولديه علاقة بسيد برينان وغير مهتم بمساعدة الرئيس بأي طريقة. فأعتقد أنه ليس كاشفا للفساد، بل شخص من الداخل يحاول تقويض الرئيس. بعد الفاصل، قراءة سعودية لإجراءات عزل الرئيس الأمريكي مع المحلل السعودي الدكتور حمدان الشهر. أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار. ينضم إلينا من الرياض عبر سكايب الدكتور حمدان الشهري الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي. دكتور الشهري، أهلا بك. كيف تنظرون في المنطقة إلى إجراءات مجلس النواب الأمريكي بعزل الرئيس ترامب؟ أهلا بكم. في الواقع نحن نتابع طبعا هذه الإجراءات ونتابع ما يحصل في الداخل الأمريكي، وكل ذلك طبعا بما يخدم مصالحنا وعلاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة. طبعا ما يجري في داخل الولايات المتحدة في أكثر يعني معروف منه هو صراع بين الحزبين الكبيرين، بين الديمقراطي والجمهوري، ونعرف أنه دائما وأبدا كل حزب له مصالحه وله طريقته طبعا في التعامل مع الحزب الآخر والبحث عن كل ما من شأنه أن يعزز طبعا هذا الحزب أو ذاك. لذلك نحن نتابعها من هذا المنظور. في الواقع نحن نهتم بما يهتم بقضايانا ونكون يعني واضحين بشكل أكثر. هذه الإدارة الأمريكية، إدارة السيد ترامب، في تعاملها معنا في المنطقة هو تعامل أقرب وتعامل أنجع أكثر من الإدارة السابقة. وفي المجمل نحن نتمنى دائما أبداً من أي طرف في الولايات المتحدة أن يكون علاقتها علاقة جيدة. نعم. طيب دكتور شهري، برأيك هل هذه العلاقة ستتأثر بهذه الإجراءات إن كان لناحية الأصدقاء أو لناحية الأعداء؟ قد يعني ينصرف التركيز داخل الولايات المتحدة طبعا والاهتمام لمواجهة مثل ذلك، لكن أعتقد طبعا الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية يعني إدارة محترفة تطلع بعملها طبعا وتعرف التفصيل بين العمل في السياسة الداخلية والخارجية، وأعتقد أنها تعرف أيضا أن نجاحها على المستوى الخارجي أيضا يصب في مصلحتها في الانتخابات القادمة وفي الداخل الأمريكي. لذلك لا أعتقد أنه سيلقي بظلاله بشكل كبير. صحيح قد يكون هناك تأثير، قد يكون انشغال، لكن لن يغيب بشكل كبير أو طيب. يجعل الفكرة واضحة على مستوى الأصدقاء. هل مثل السعودية هل ستفكر بإجراءات بديلة أو بحلفاء جدد في حال تعرض الحليف الأساسي لعزل أو لإجراء معين؟ يعني أكيد المملكة العربية السعودية طبعا تعرف هي لها علاقات واسعة مع أكثر من دولة وأكثر من طبعا حلفاء، لذلك نحن لا نستطيع أن نستبق الأحداث، لكن المملكة دائما وأبدا لها علاقات متعددة ولها علاقات متميزة. لا شك كما قلت لك وكما ذكرت، يعني العديد يقول وما زال يفكر أنه من الصعوبة أن يتم باستخدام هذا الامبيتشمنت أو العزل أن يتحقق ما يريدوها طبعا الديمقراطيون أو أن يتمكن من ذلك لأنه لصعوبة، وتعرف لأنه لا يوجد هناك. طيب إلى أي مدى هناك اهتمام بهذا الموضوع في السعودية مثلا دكتور؟ لا شك نحن نتابع كل طبعا ما من ذكرت لك ما من شأنه أن يعود على علاقتنا الثنائية ويعود على اهتمامنا بالمنطقة والعمل المشترك في مواجهة الأخطار، وخصوصا طيب. طبعا إيران وغيرها من الأخطار ومن المشاكل التي تعتري المنطقة والتي يهمنا أن تكون علاقاتنا بالإدارة الأمريكية الحالية علاقات قوية وأن تستمر حتى تؤتي ثمارها، لأنه في الواقع كما ذكرت الفرق. هل سيستفيد برأيك خصوم الولايات المتحدة من هذا الوضع؟
مثل إيران مثلا؟ لا شك لا شك لا شك إيران وغيرها من الدول التي تواجه مواجهة أمريكية ومواجهة هذه الإدارة الأمريكية الحالية هي تذهب في هذا الصدد، وهي طبعا تغني في على هذا الموال، وهي تود لو تم مثل هذا العزل، وحتى تعود إلى إرهابها وممارسة طبعا ما تمارسه من إرهاب واتفاق نووي، تحاول العودة على الاتفاق النووي السابق وغيرها من الأمور التي تقوم بها طهران بزعزعة وامن استقرار المنطقة. لذلك هي في الواقع هي من ينظر لذلك بشكل كبير وتتمنى لو يحصل ذلك من مصلحتها ويصب في الطريق الذي هي تراه. لكن طيب. كما ذكرت مرة أخرى هذا يعني ما يحصل في الولايات المتحدة أعتقد أنه صراع أحزاب، لا شك أنه سيكون هناك مساءلات، سيكون هناك عمل، لكن لن يصل إلى مرحلة طيب. الامبيتشمنت أو العدل، لأنه كما ذكرت دكتور شهري سؤال أخير. نعم. لو سمحت، هناك من يقول إن هذه التحقيقات قد تدفع الإدارة للاهتمام أكثر بالقضايا الخارجية وقد تعقد صفقات منها مع إيران، هل تتوقعون مثل هذا الأمر؟ لا أعتقد الصفقات مع إيران يعني لا هل هي ستمنعها من المساءلة، إذا كانت كذلك فمعناه أن هذا الضغط الذي يواجهه الرئيس الأمريكي ليس إلا لمصالح خارجية و لأغراض خارج الولايات المتحدة، فأنا أشك في ذلك وأعتقد أنه لن يقبل الضغط أو يقبل مثل هذا الابتزاز لأن يكون ذلك، بل أنا لا أعتقد حتى أن تصل الأمور إلى ما تصل إليه، وأعتقد أنه سنتجاوز بعد فترة قضية الامبيتشمنت وندخل في قضايا الانتخابية في الولايات المتحدة، ومن بعدها سنرى من سيفوز أو يترشح لل طبعا 2020، وسنرى بعدها الإدارة، ونعتقد أنه الإدارة الجمهورية ما قدمه الرئيس ترامب حتى الداخل الأمريكي هو يرى أنه قدم في صالح خصوصا في القضايا الاقتصادية، وقوة أمريكا ولعبها على السياسة الخارجية وتواجدها في المنطقة يعني كما كانت في السابق حتى واضح. الآن أعتقد الداخل الأمريكي مدرك لذلك ويعرف أنه ما حققت الولايات المتحدة يخدم الداخل الأمريكي، فأعتقد أنه لن يعني يغيب عن ذلك عنده وعن قراراته في المستقبل. دكتور حمدان الشهري الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي من الرياض، شكرا جزيلا لك. سيد لاري، هل يدرك الأمريكيون والأحزاب الأمريكية أنها تدمر بعضها البعض وتدمر أمريكا؟ أعتقد أن بعض الأعضاء يدركون ذلك، لسوء الحظ هناك آخرون لا يدركون ذلك، وهذه مشكلة، لأنه على سبيل المثال في لجنة العلاقات الخارجية لمجلسي النواب والشيوخ كلهم عملوا سويا، مثلا كان هناك ما يسمى السناتور لوغر جمهوري ونون ديمقراطي ويعملان سويا، ولكن الموقف هنا أسوأ. أعتقد أنه من المجدي أن نعود ونرى ما حدث مع الرئيس كلينتون الذي عزل ثم بقي لأن مجلس الشيوخ لم يدعم العزل، وبعد العزل الذي كان يجدر أن يسبب أضرارا ارتفعت شعبيته أكثر مما كانت عليه قبل العزل. هذا قد يحصل أيضا للرئيس ترامب بكل سهولة، خاصة إن راقب الأمريكيون ما يحصل في واشنطن، وغالبية الأمريكيين غير مهتمة بما يحصل في واشنطن. أعتقد أن الناس يمكن أن يفهموا ما يتم التحدث عنه هنا. هنا يتحدثون عن مال مقابل خدمات، وليس من هو المنافس الاستراتيجي أو هل يجب أن يكون هناك حصار لإيران. الناس يمكن أن يتفاعلوا مع هذا أكثر من بعض القضايا الأخرى التي يمكن أن تثار. أعتقد هذا صحيح، ولهذا السبب انتخب ترامب، لأن الناس سئموا من سياسات واشنطن. دونالد ترامب هو ملياردير، لم يأتي إلى واشنطن ليزيد من ثرائه، ونعرف أحيانا أن الكثير من المواطنين يأتون إلى واشنطن ثم يصبحوا مليونير. لا يوجد أي شك بشأن حقيقة، وأنا أعتقد أن أقارب السياسيين يستغلون مناصبهم
ابن بايدن مثلا، ثم هناك أبناء ترامب، كلهم يعملون هذا الشيء. الحزبان يجب أن يتوخيا الحذر بالنسبة لهذا في المستقبل للتأكد من الأقارب. ثم هناك أيضا أخو كلينتون، ويجب أن نتوخى الحذر. وأنا أعرف أيضا بعض الأمور عن دون جونيور وأريك ترامب. هذا ليس حالهما، لديهم الثراء لا يحتاجونه. إيفانكا والصينيين، ولكن تكلمنا عن جارد والأمر يختلف. رأي الصحافة الأمريكية بقضية العزل. نيوت جينجريتش في موقع فوكس نيوز: الرئيس ترامب يواجه حملة تشهير وبايدن يفلت من المساءلة. يقول الكاتب وهو رئيس مجلس النواب الأمريكي سابقا: إن محاولة عزل الرئيس ترامب بتهمة محاولة حض دولة أجنبية على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي مجرد جهود من اليساريين في الإعلام والكونغرس لتحطيم الرئيس. ويدعو الكاتب إلى النظر في محاولة نائب الرئيس السابق ومرشح الرئاسة الحالي جو بايدن ابتزاز الأوكرانيين خلال عهد الرئيس أوباما. ستيفن وولت في مجلة فورين بوليسي: الحجة الواقعية لتبرير عزل ترامب. يستند الكاتب إلى مكالمة الرئيس ترامب مع نظيره الأوكراني ليقول إن قادة الدول الأجنبية تعلموا أن مجاملة ترامب تمكنهم من الحصول على ما يريدون، وإقامة القادة الأجانب في فنادق ترامب هي مثال على ذلك برأي الكاتب الذي يجادل أن ترامب لا يهتم بالسياسة الخارجية أو الداخلية للبلدان الأجنبية طالما أنه يستطيع عقد صفقات تجارية معهم أو يحاول استخلاص معلومات مضرة بخصومه السياسيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي ويبرر محاولة عزل ترامب وفقا للكاتب. بايرون نيويورك في موقع واشنطن إكزامينر: محاولة الديمقراطيين عزل ترامب قد تفشل فشلا ذريعا. يجادل الكاتب أن تقرير روبرت مولر الذي يبحث في تدخل روسيا في انتخابات 2016 قد يقوض سعي الديمقراطيين نحو إدانة ترامب من مخالفته للقانون من خلال طلبه معلومات عن المرشح الديمقراطي جو بايدن. يستمر يورك في القول إن مولر لم يستطع إثبات أن ترامب قد خرق القانون في تلك الحالة، ويعتقد الكاتب أن الديمقراطيين لن يتمكنوا من إثبات خرق ترامب للقانون أثناء مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني. افتتاحية نيويورك تايمز: محاولة عزل ترامب هي الخيار الوحيد. تقول الافتتاحية إن مكالمة الرئيس ترامب مع الرئيس الأوكراني تشكل دليلا دامغا على تورطه في محاولة التأثير على انتخابات 2020، وتقلل من شأن نزاهة العملية الانتخابية، كما تشير إلى قول ترامب إنه يستطيع عمل ما يريده كرئيس للبلاد، لتجادل أن هذا ما يعتقده ترامب بالفعل ويظن أنه يستطيع الإفلات من المساءلة. وتختم المقالة بالإشارة إلى أن عزل الرئيس هو الخيار الوحيد نظرا لخطورة الاتهام وأهمية الحفاظ على نزاهة المنصب والبيت الأبيض والمصلحة العامة. دوغلاس، برأيك إلى أي مدى ستؤثر التحقيقات على حملة الضغط الأقصى التي تنفذها الإدارة على إيران؟ حتى الآن لا أعتقد أن هناك تأثير. ما رأيناه مع حملة الضغط الأقصى هي أنها أصبحت أسوأ وأسوأ، وهناك براهين أيضا أن السيد روحاني والناس في طهران والرئيس الأمريكي يريدون التوصل إلى اتفاق ما. لا أرى ما يبرهن أن أي فريق يريد أن يصل إلى حرب. هل توقيت صدور قضية العزل عن مجلس النواب مع اجتماعات الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أثرت على قرار الرئيس روحاني بعدم الاجتماع مع الرئيس ترامب؟
هذا ممكن، لا أستبعد أي شيء. هناك أشخاص لا يريدون أي تطور أو تقدم. أعتقد أن اللاعب الرئيسي هنا هو ظريف، لأنه وزير الخارجية وتعلم في الولايات المتحدة ويفهم الكثير من الأشياء التي كنا نتحدث عنها هنا اليوم، ويستطيع أن ينقل ذلك. ما يقلقني مرة أخرى هو أن الرئيس ربما لسبب أن يظهر أنه صلب، أعتقد أن ما فعله كان جيدا جدا. عدة مئات من الجنود، أنظمة دفاعية للسعودية، هذه خطوة جيدة. لو نظرت على خطابه في الأمم المتحدة قال ماذا بشأن إيران، ولكن قال تطلب الأمر شجاعة كي لا يستخدم القوة العسكرية، وكان يبدو مثل الرئيس أوباما في خطابه. الاستثناء هو أن الرئيس أوباما استعمل القوى العسكرية في ليبيا وأماكن أخرى. الرئيس ترامب يحاول أن يخفف من ذلك. طيب، هنا سؤال ربما يطرح بشكل دائم، يعني هل هناك خلل في النظام الأمريكي الشفاف الذي يجعل مواجهة الدول الدكتاتورية صعبة؟ مثلا محاربة الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية أو إيران أو سوريا، التي كلها تعرف النظام الأمريكي وتتلاعب على هذا النظام. ما رأيك يا دوغلاس؟ تفضل. بصورة أساسية الديمقراطية لا تحظى بميزة أحيانا، لأن الدول السلطوية مثل الصين يمكن أن تتخذ قرار سريع بدون مناقشة، ومن الجيد أن يكون هناك نقاش، لأننا رأينا دكتاتوريين مثل رئيس المجر دمر بلاده، ولكن في أمريكا هناك ضوابط وتوازنات. سؤال أولا صعب، ووفق خبرتي محدودة، وأنا زرت أكثر من 50 دولة وعشت خارج أمريكا لأكثر من 10 سنوات، غالبية الأجانب لا يعرفون بتاتا كيف تعمل الحكومة الأمريكية. ولكن المتخصصين في السياسة الخارجية مثل ظريف وزير خارجية إيران يعرفون هذا النظام ويعرفون كيف يعمل، ويستفيدون من هذه الشفافية لكي يحققوا مصالحهم الوطنية. نظريا، ولكن هناك أيضا الآخرون في نظامه لا يعرفون أي شيء ولا يصدقون كل ما يقول. أعتقد مرة أخرى لدينا نظام مفتوح وهو جيد على المدى الطويل. نعم، ليس أكثر الأنظمة فعالية، ولكن الآباء المؤسسين لم يقلقوا بشأن الكفاءة، وفي أوقات الأزمات نتعامل مع الموقف كما ينبغي. بعد الفاصل، مفاعيل إجراءات العزل على الداخل ورأي الأمريكيين فيه. أهلا بكم من جديد. رأي الخبراء والمحللين الأمريكيين عبر تغريداتهم. آرون ديفيد ميلر، كبير باحثين في مؤسسة كارنيجي: إن تأثير إجراءات العزل على السياسة الخارجية بوجود رئيس يتعرض للضغط وغاضب ومشتت قد يكون أمرا خطيرا. نيكسون استطاع إدارة الأمور خلال فترة ووترغيت بشكل مثمر، لكن نيكسون كان لديه كيسنجر، وبومبيو ليس كيسنجر. نايل غاردنر، مدير في مؤسسة هيريتيج للدراسات: إعلان بيلوسي بدء إجراءات العزل يخلق أزمة من العدم ويزيل دعم الحزبين لأوكرانيا. إريك ديفيس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة راتجرز: إن رغبة ترامب بتفادي حرب مع إيران وإجراءات العزل التي ستستحوذ على كل اهتمامه قد تدفع بترامب إلى إبرام اتفاق مع إيران، مما سيقلل من فرص اندلاع حرب في الخليج. جيم هانسون، رئيس مجموعة الدراسات الأمنية: CNN تؤلف أساساً خاطئاً وتهاجم ترامب بناء على شيء لم يفعله. يقولون إنه يحاول إثبات أن أوكرانيا وليس روسيا هي التي تدخلت في انتخابات 2016. هذا خطأ. ترامب يطلب المساعدة في البحث عمن بدأ مؤامرة ترامب وروسيا والعملاء الديمقراطيين الذين عملوا مع أوكرانيا على ذلك.
لاري، برأيك هل ستستفيد بعض الدول من تلهي الإدارة الأمريكية بمسألة العزل كي تقوم بإجراءات لن تلقى الاهتمام أو العقاب من أمريكا مثل الصين في هونغ كونغ، إيران في المنطقة وغيرها من الأمثلة؟ أعتقد على سبيل المثال ترامب لم يتحدث بقوة بشأن ما حدث في هونغ كونغ ولم يقم بإدانته. في الواقع في مؤتمر صحفي اليوم هو أراد من الصين أن تحقق في موضوع بايدن وهذا أثر عليه أيضا، هذا جعل من الأصعب بالنسبة له أن يصل إلى الاتفاقية التجارية مع الصين التي يريدها، أخذين بعين الاعتبار ما حدث. أعتقد أن هذا كان له تأثير والصينيون يدركون ذلك. هونغ كونغ هي جزء من الصين ولا دور لنا أن نتدخل في أي شيء يحصل على الأراضي الصينية. هل سيشجع هذا الوضع إيران على توسع أكثر، على فرض سياستها بشكل أكبر؟ لا، لا أعتقد ذلك بتاتا. أعتقد في الواقع إن إيران تريد أن تصل إلى اتفاق ما مع الرئيس ترامب، يعتبرونه رئيسا قويا رغم ما يحصل اليوم، ويعتقدون أنه من المرجح أن يعاد انتخابه، وبالتالي لا أرى أن أي فريق يتسرع في الحكم، ينتظرون ويعتقدون أنه سيبقى. أعتقد أنك إذا عدت، الرئيس ترامب كان هناك رئيس وزراء اليابان عرض أن يبدأ المفاوضات والإيرانيون رفضوا. أعتقد أن السبب وراء ذلك يعود إلى أنهم يعتقدون أن ترامب ليس بالشخص الذي يمكن التعامل معه، أخذين بعين الاعتبار الأشياء المتناقضة التي قالها عن إيران. في الواقع قالوا إنهم لن يتعاطوا معنا إلا إن رافعنا بعض العقوبات. هشام ملحم في مقال للحرة يقول إن محاكمة ترامب ستزيد من وتيرة الانسحاب الأمريكي من العالم بما في ذلك من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهي ظاهرة سعى ترامب إلى التعجيل بها قبل أوكرانيا وتحدياتها، وسيرى العالم في المحاكمة انحسارا في نفوذ الولايات المتحدة العالمي. هل توافق؟ أعتقد ذلك. أعتقد أن الشعب الأمريكي تاريخيا لو عدنا إلى الاستطلاعات لطالما عارض غالبية تدخلاتنا عبر البحار. هل سيعزز هذا التحقيق من هذا الشعور؟ أعتقد أن التحقيق لو استمر ولو حصل عزل سيساعد الرئيس، وأعتقد أنه سيعزز رغبة الابتعاد عن التدخل. أختلف مع داغ حول هذه النقطة. قبل بدء جلسات الاستماع لو نظرت على استطلاعات الرأي كانت متساوية، الآن أكثر من 50% يريدون أن يروا توجيه اتهامات وإدانة للرئيس، وهذا فاجأني. أنا نظرت على الأمور، رأيت 58 إلى 38. أعتقد أن هذا الشيء يمكن للناس أن يتفهموه كما ذكرنا في الماضي، هذا أو عمل شيء واستعمال المال مقابل الحصول على خدمات. أعتقد أن الاستطلاعات أيضا مشابهة لما حصل مع كلينتون، بعد العزل كان أقوى من قبل، وأعتقد أن ذلك سيحصل مع الرئيس ترامب. مواقف عينة من الأمريكيين من قضية العزل. هل تؤيد مساءلة الرئيس ترامب تمهيدا لعزله؟ أؤيد ذلك لأنني أعتقد أن الإدارة الحالية تقول أشياء خاطئة وترامب ليس له مكان في البيت الأبيض. لا أؤيد عزل ترامب، كوني من أشد الملتزمين بالحزب الجمهوري وترامب رئيس عظيم حتى الآن. لا أؤيد مساءلة عزل الرئيس وأعتقد أنها حملة تشهير من قبل الديمقراطيين. أعتقد أن ترامب أظهر إساءة سافرة لمنصبه كرئيس للبلاد وتعدى حدودا كثيرة. هل ستؤثر المساءلة على السياسة الخارجية لترامب وعلى حسابات الدول في التعاطي مع الرئيس الأمريكي؟ نعم، أعتقد أنها ستؤثر على علاقة أمريكا مع الدول الأجنبية.
نعم، لأنه إن تم عزل ترامب فهذا سيثبت أن سياساته على خطأ. أعتقد أن السياسة الخارجية قد تختلف قليلاً، ولكن لا أعتقد أنها ستضر بترامب. نعم بلا شك، لن يأخذه الناس على محمل الجد. هل ستضعف المساءلة موقف الإدارة الأمريكية عالمياً؟ أعتقد أن الأمر سيضعف موقفه. أعتقد أن الديمقراطيين مثل آدم شيف ونانسي بيلوسي يستطيعون تأليب الرأي العام الدولي لصالحهم. نعم، ستضعفه وستظهر للعالم الوجه الحقيقي لهذه الإدارة. لا أعتقد ذلك. داغ، بما أن أولاً هل لديك أي تعليق على تعليقات الأمريكيين؟ أعتقد أن الرأي العام يتغير بسرعة مع الوقت، والشعور العام يصعب أن نحدده، فلا علينا أن نقلق حول ما يقال الآن بل لاحقاً. أعتقد أنه ستوجه له الاتهامات، هل سيدان أم لا؟ لا أعرف، وهذا هو الشيء الرئيسي. ما ستكشف عنه المحاكمة كما رأينا مع الرئيس كلينتون، هذا سيغير الرأي العام، ولكن الأمور مختلفة أخذين بعين الاعتبار كل الأشياء التي فعلها ترامب، هذا سيساعده على المدى الطويل. أنا كنت ما زلت في الجيش مع إدارة الرئيس كلينتون مع ضربة الصواريخ على السودان وأفغانستان، وأتذكر أيضا أن موقف الرأي العام في وسائل الإعلام هو أن كلينتون يفعل ذلك لإبعاد الأنظار عن العزل ولاوينسكي، ولكن لم يكن ذلك حقيقة، لأن هذه العمليات كانت قد طورت قبل الفضيحة واستمر بها. أعتقد أن رئيس ترامب سيكون في الوضع ذاته، لن يفعل أمورا لا يعتقدها في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، سيتصرف كما يعتقد أنه ملائم. المشكلة هي أنه غير متأكد مما يعتقد أنه مناسب أو لا، ويغير رأيه. لا أدري، لا أوافق على ذلك، هو جدي جدا حيال إيران، ونعرف ما يريده فيما يتعلق بشبه جزيرة كوريا. طرحنا على صفحتي البرنامج على فيسبوك وتويتر وكذلك على صفحة الحرة السؤال التالي: هل يؤثر التحقيق في عزل رئيس ترامب على السياسة الخارجية الأمريكية وكيف؟ وجاءت الإجابات على الشكل التالي: على فيسبوك 56% أجابوا نعم، 44% أجابوا لا. أما على تويتر فكانت النتائج على الشكل التالي: 54% أجابوا نعم، 46% أجابوا لا. ومن أبرز التعليقات التي وردتنا، كتب نورس نورس على فيسبوك: لا يؤثر، يمكن أن يقوم بهذه المهمة نائب الرئيس في حال تم اتهام ترامب وعزله. وكتب فتى الأدغال على فيسبوك: لا أعتقد ذلك. أما المحامي إيهاب الصغير فقال على تويتر: عزل الرئيس الأمريكي أمر مستحيل. الدكتور عبد الرحيم سترينج يقول: سيقدم تنازلات للديمقراطيين، ويقصد الرئيس ترامب، ويغير من طريقة تعاطيه مع قضايا دولية عدة، على سبيل المثال الملف السوري ومقتل خاشقجي، مقابل أن يطوى التحقيق أو أن يكون دون نتائج. أخيرا داغ، هل تتوقع أن تسير عملية العزل وتصل إلى تحقيق مبتغاها؟ عملية العزل تهدف إلى إبعاد الرئيس من منصبه إن كنت بيلوزي، ولكن هذا لن يحصل. قد يعزل، ولكن سيكون ذلك على وفق الانقسام بين الحزبين. الحزب الجمهوري سيصوت ضده مع الرئيس كلينتون. هناك ديمقراطيون أيضا صوتوا ضد كلينتون. عندما بدأنا هذا النقاش تكلمنا عن انقسام البلاد، هذا ما سنراه. أعتقد أن المسألة ستكون مثيرة للاهتمام أن نرى المزيد من الجمهوريين مثل السناتور رومني من يوتا
يؤيدون الإدانة أو السناتور ليك من أريزونا. هذا هو الشيء الرئيسي، والناس قد يغيرون مواقفهم. الرئيس النواب بيلوسي لم ترد أن تفعل ذلك، ولكن لم يكن أمامها خيار، لأن كل الديمقراطيين كانوا مع توجيه الاتهام. نعم، ستكون هناك عملية توجيه اتهامات، ولكن السؤال، هل ستكون هناك إدانة؟ لا إدانة. لا أعتقد أنه ستكون هناك إدانة، ولكن المسألة يجب أن تتم بسرعة كي نعود إلى الأشياء التي يجب أن نعملها. وبالتالي ماذا ستحقق هذه العملية؟ هل سيمنع الرئيس ترامب من الترشح لولاية جديدة؟ ماذا ستحقق؟ لا. لا، وهذا طبعا وقف على من تتكلم معه. لو عزل لن يدان، وذلك سيغضب داعميه وسيجعلهم يصوتون، ولم يكن ذلك ليحصل لو لم يعزل، وبالتالي ذلك سيعزز حظوظه. أنا أختلف. لو نظرت على استطلاعات الرأي، الناس يعرفون أكثر وأكثر كيف يتصرف في المنصب. أعتقد أنه سيكون مرشح جريح، وسأفاجأ إذا لم نرى المزيد من التحديات له. لا أعتقد ذلك. إلى هنا لدينا وقت قصير. على كل، نشكرك دغلاس ماكغريغور العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي على المشاركة في عاصمة القرار، ونشكر أيضا لاري كورب كبير الباحثين في مركز التقدم الأمريكي. نشكركم جميعا مشاهدينا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تحية طيبة مني ومن فريق العمل، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.